يوسف محمد يارو أعاد من جديد لقيادة بلدية الدائرة الثانية بمدينة أنجمينا خلفا لفتح أحمد دقة الذي وفته المنية بتاريخ 14 من مايو المنصرم. وإن تعيين هذا المستشار كعمدة للبلدية جاء بعد جلسة غير عادية اتفق فيها جميع مستشاري المجلس البلدي وصوتوا بالإجماع لاختياره، كما جاء في محضر الجلسة الذي قرأه المستشار يوسف جميل. وبهذه المناسبة قال المندوب العام للحكومة لدى بلدية أنجمينا محمد زين الحاج يحيى إن المادة 130 من الأمر 036 تنص على أنه وفي غياب العمدة أو عزله فإن القرار يعود للمستشارين، وهم من قرروا عودة يوسف محمد يارو ليتبوأ هذا المنصب. بعد 4 سنوات عاد يوسف محمد يارو لقيادة البلدية حيث وضع تنفيذ برامج الحكومة ضمن اهتماماته. خدمة ده ما هني أنا عنينا كونسيي 25 في 25 ده أي هو واحد عنده خبرة وأي هو واحد عنده كلمة، دانك الشيء اللي هم عندهم ده يوصونا عشان نخدم، لازم يعني نتكاتفوا عنينا الأمة ده كلها نخدمه ده عندنا ميرينا نجمنا وشيء نادو انتركوميوناليتي كان شيء واحد مقصر في ميري واحد ده كان نقدر ده نساعده. إلى جانب يارو ظل الصادق جدا محمد كعمدة نائب أول للبلدية، ومبارك عثمان نائبا ثانيا له.